ولا تسمع الخير من هو وخا يكون ديك. السلام عليكم. مشاهدينا الكرام، اشتقنا نشوف تيفي كما كتشاهدوا معنا في هذا البث المباشر. حنا كنتواجدوا في مدينه الجديده مع هذا الراجل هذا اللي كما كتشوفوا في هذا البث المباشر. وقريتوا في العنوان ان هذا السيد هذا انه مدوس في التجربه، يعني ديال الزواج المره الاولى والمره الثانيه. دابا عنده ثلاثه الوليدات وقهروا الزمان، ما عنده باش يعيش. كان خدام واحد القديم اللي كيخدم على قد الحال، يعني سالة الخدمه ديالها. يعني في هذه اللحظات انه محتاج لكم انكم تعاونوه. النمره ديالو راه في اول كومونتير، خليه هو يعاون لكم المعاناه ديالو. السلام عليكم. المهم اسيدي، هاد الايامات كنت خدام في الشركه واحد 4 ايام، ويقول لي الشاب قال لي انت راه بلاصتك مزيانه وهادي وهادي، انت كتخدم مزيان، جيب لي حس السيره. ملي مشيت نجيب حس السيره لقيت فيها الوسخ، انت خويا لقيت فيها الوسخ. هاو من 2010 خلي لي الوسخ ديال الضرب والجرح، كتناقش انا والمراه وكتمشي تبيع واحد العام. من ديت الشركه قالوا لي ريح، وانا دابا كنهود في البحر، كنهود البحر وقت العيد كتحتاجي تبيع الكسوه الماتريال. دابا البحر هو طايح وانا ما هابطش، انا بوراقيه بلي بيصور مشي. يعني سبب هذا المشكل هذا ما بقاش ما بقاش نخدم، وانا دابا مكرفص. انا تعدي هذا ديال التابلون جيت هو الكارني، كل هاد الكارنيات كي بغيت تسالي بلونجور بلونجور بلونجور، وكنخدم في الشركات. المهم هاد الورقة هي اللي عقداتني دابا. المهم كرفسة في دار العزازة، وأنا مرتي في دارها، وأنا واحد الدري صاحبي هو اللي كيعطيني السداري وشكويشات. المهم كيدي بانيني الله يجازي بخير، ما عديش والو. حس السيرة هي اللي عقداتني. ما حاولش انا نطلب على الاعتبار خويا، ما عرفتش ما كنعرفش فهمتش، ما فهمتش انا في هادشي، وما عمري شديت راه اول شده وتصيد فيها فهمت. حنا ولاد الناس ماشي مجرمين ولا وشحال من واحد كنلقاه دابا عنده 4 شدات 5 شدات، كنقول ليه واش درتي حس الاعتبار، كيقول لي لا، كيقول لي راه 5 سنين كنمشي كنحيدها وانا ما عرفتهمش علاش بقاو شادين خويا. عنده باقي ما تحيدش 14 عام، فهمتي ولا لا؟ 14 عام. شحال دابا عندك؟ عندي 3. والبلاصة اللي ساكن فيها دابا خاصني 600 ريال فين ديال السكنة، خاصني من هنا نقطع 600 ريال 3 طاكسيات عشان نوصل للدار، وأنا ما خدامش. يعني الزمن غلب؟ غلبني بزاف كاع. ما كرهتش انا شي واحد ولا شي محسن ولا شي واحد يعاونني فهمت، خدم معاه ولا ندير معاه اي حاجه نجمع العائله فهمت. ديال الحلال ما عايش، كنمشي من السيمانه للسيمانه فهمت. وداكشي اللي كاين اخويا، ما كاينش اخويا لا خوت لا ما كاينش اللي كيعاونك والو. كتقول يعني بعض المرات يعني يكون غير ما تجمع وليداتي. كاين شي واحد يكون مجمع ولادو ومراته حداه وامك حداك، ما كتعيش حتى حياة فهمتي. حنا ما بغيناش نديرو شي حاجة، كاين بزاف الحلول ولكن هاديك الشي حرام، حنا باغيين شي حاجة اللي بعرقنا. الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين. من الحلال صافي هادشي اللي داير انا، ولا كاين شي واحد شي مؤمن ولا شي فهمتي. كاين واحد السيد هو اللي كي مرة كنمشي عندو كيدبر، المهم كيعطيني باش نقوت واحد سيمانة جوج سيمانات الله يجازيه بخير. هو بايزيد يوسف هو اللي كيدبر عليا بالمرات، علاش حيت كان مودر بنا وخويا فهمتي، هو اللي كيتعاون معايا، ما كانش اللي كيتعاون معايا، ما واخد لا دعم
لا والو ما عمرني خدمت من عند الدوله شي حاجه. انت شنو هي اللي سال الناس مسؤولين انت بحاجه اليهم في الفتره هذه؟ باغي نخدم. باغي نخدم. انت باغي الا خدم. خدم ولا شي واحد يعاونني يشري لي شي تريبورتور نخدم به. فهمتي؟ المهم انا اي حاجه نبيع ونشري بالحوت فهمتي؟ كنخدم باي خدمه. دوزت الحوت دوزت انا اول واحد قرا الروطه في الجيده هو انا. وما لقيتش الدعم اللي غيعاونني. اما ولاو في الياس راه من 2005 وانا كنقلب الروطه كلشي معروف بوعشه. هشام بوعش معروف. فهمتي معروف بغنعيش. المشاهدين الكرام اللي كنتمنى من الناس المشاهدين انه راه كاين النمره ديالو في اول كومونت اللي كنتمنى انكم تتصلوا به وتحاولوا انكم اللي بيدو انه يساعدو واخا الا بحاجه قليله انه يساعدو. ونتلاقاكم في بث مباشر اخر باذن الله. الى اللقاء.